في مشكلة عندك يا دكتور محمد؟ لا بحاول دلوقتي I think in share a shield no طيب ثواني زهرة حتى نشوف، زهرة هو لسه ما فيش حاجة ظهرت، بس هو يعني في حاجة بتلود، مش عارف هل حد كده عند الزملاء، في حاجة ظهرت عند حد من الزملاء؟ لا لسه مفيش حاجة ظهرت. طب أوقف تاني وأشير تاني. إيه؟ شيرين. أي هو بن اه تمام كده كده ظهرت دكتور محمد. طيب طيب خلاص المايك مع حضرتك، ويعني بالتوفيق ان شاء الله. اتفضل. في البداية بحب أشكر الأستاذ الدكتور أحمد يونس على الدعوة الكريمة، والصراحة يعني إحنا كل سنة يمكن دي السنة الثالثة أعتقد أو السنة الثانية اللي إحنا بنعمل فيها الكوانتم دي في مصر، فبشكر الدكتور أحمد يونس على الدعوة الكريمة. والنهارده ان شاء الله هنتكلم على ازاي احنا نستخدم الكوانتم انتانجلمنت في الكوانتم كمبيوتر، ازاي ممكن الكوانتم انتانجلمنت نستخدمه في حل مشاكل بالنسبه لنا احنا في الكمبيوتر ساينس في مختلف التخصصات. طبعا نوبل برايس في 2022 كانت للثلاث علماء اللي هم اثبتوا عمليا وجود الانتانجلمنت زي الين اسبكت وكلوزر وزينجلر. فطبعا الكوانتم انتانجلمنت من الخصائص الفريده اللي بتتميز بها الكوانتم ميكانكس مقارنه بالكلاسيكال ميكانكس. طيب ايه اللي احنا هنشوفه في المحاضره دي؟ هنشوف بعض الخصائص للكوانتم انتانجلمنت. هنشوف برضو ازاي احنا ممكن نستخدم الانتانجلمنت ككمبيوتنج موديل. هنشوف ابلكيشنز لي في الكوانتم كومبيوتنج، هنشوف ابلكيشنز لي في الكوانتم ماشين ليرنينج، هنشوف ابلكيشن لي في الروبوتكس، هنشوف ابلكيشن لي في الايمج انكريبشن. يعني ايه كوانتم انتانجلمنت؟ طبعا يعني اعتقد ان معظم الحاضرين ممكن يكونوا قرأوا وسمعوا عن كوانتم انتانجلمنت، ولكن هوضح بشكل سريع عن كوانتم انتانجلمنت. الكوانتم انتانجلمنت هو بيحصل لما يكون عندي دي خاصية فريدة طبعا بتتميز بها الكوانتم سيستمز مش موجودة في الكلاسيكال سيستمز. الكوانتم سيستم تتميز بخاصيتين رئيسيتين، الخاصية الأولى بنسميها الكوانتم سوبر بوزيشن، والخاصية الثانية بنسميها الكوانتم كورليشن. الكوانتم كورليشن في ثلاث انواع مشهورين من الكوانتم كورليشن، اشهرهم الكوانتم انتانجلمنت، لكن في طبعا انواع تانية للكوانتم كورليشن. الكوانتم انتانجلمنت هي خاصيه فريده في الكوانتم ميكانكس، بتنشا لما يكون عندي جسيمين او اكثر من جسيمين. فلو انا عندي مثلا جسيمين او عندي جسيم مثلا لو احنا هنوصف كل بارتكل فيهم از كوانتم بيت، فلو انا عندي مثلا ستيت بالشكل ده 1 اوفر روت 2 مثلا كيت 0 0 بلس كيت 1 1، فانا عندي بارتكل مثلا البارتكل ده مثلا ده هنسميه مثلا اليس وليكن اليس، وده هنسميه مثلا وليكن بوب. طيب أليس هنا في الكوانتم ستيت يبقى نقدر نقول إن أليس ممكن تكون في الستيت 0 أو في الستيت 1، أما بوب فممكن تكون في ستيت برضه 0 أو في ستيت 1. طيب لو إحنا مثلا فصلنا التو بارتكلز دول
يعني بعد ما عملنا الانتانجمنت بعد ما خلينا بينهم انتراكشن وفصلنا التو ستيتس دي، ودي مثلا وديناها ناحيه مثلا وليكن وديناها مثلا ناحيه مثلا طوكيو في اليابان، مثلا دي وديناها ناحيه طوكيو في اليابان مثلا او في اليابان، ودي مثلا وديناها في القاهره مثلا في مصر. طيب لو جيت حضرتك مثلا وعملت مثلا، طبعا هنا الستيت بتاع بوب ده او البارتكل بتاع بوب فقط يا اما الزيرو يا اما الون، واليس فقط يا اما الزيرو يا اما ون، بس بوب موجود في اليابان واليس موجوده في القاهره. فرضا مثلا ان اليس عملت ميجرمنت للبارتكل بتاعها ونتيجه الميجرمنت ان حصلت على ستيت زيرو، طالما حصلت على ستيت زيرو يبقى اذا فوريا الستيت دي هتتدمر مش هيبقى ليها وجود، وهتبقى الابسايد دي هتتحول لستيت زيرو زيرو. طب اليس لقيت زيرو هنا، هنلاقي اوتوماتيك ان الستيت بتاعت بوب زيرو اوتوماتيك بشكل اوتوماتيك. طيب لو اليس مثلا لا لقيت ان الستيت بتاعتها ب 1 أليس لقيت ان الستيت بتاعتها بستيت مثلا 1، طيب لما تحصل على ستيت 1 يعني الستيت دي مش موجوده، وبالتالي حصلت على ستيت 1 يبقى اذا الستيت بتاعت أليس ب 1 واوتوماتيك الستيت بتاعت بوب ب 1. ازاي بقى الستيت بتاعت بوب خدت نفس الستيت بتاعت أليس بدون وجود اي فيزيكال كونكشن، مفيش اي تشانل، مفيش مثلا كابل واي فاي، مفيش واي فاي تشانل، مفيش كابل فايبر اوبتكس، مفيش ساتلايت. طب ازاي خدت نفس الستيت دي اللي احنا بنسميها الكوانتم انتانجلمنت. طيب ولكن في ميستيك انا بشوفه في اماكن كتير جدا وللاسف يعني بيتردد من بعض العلميين، ان هنا حصل ان المعلومات انتقلت بسرعه اسرع من سرعه الضوء بين أليس وبوب. الحقيقه الكلام ده مش مظبوط، ما في هنا ما فيش اي معلومات انتقلت. وعندنا سيرم بنسميها نو كوميونيكيشن سيرم. النو كوميونيكيشن سيرم بتقول بشكل قطعي ان الانتانجلمنت ما بينقلش انفورميشن وما بيحصلش نقل الانفورميشن بسرعه اسرع من سرعه الضوء. مفيش حاجه يعني معلومه ان الانتانجلمنت بينقل معلومه اسرع من سرعه الضوء دي معلومه مش مظبوطه علميا. طب على اساس ايه؟ على اساس السيرم بتاعه النو كوميونيكيشن سيرم بتقول بشكل واضح ان مفيش سرعه اسرع من سرعه الضوء. حتى في التليبورتيشن كوانتم تليبورتيشن، احنا ليه بنستخدم الكلاسيكال تشانل في الكوانتم تليبورتيشن؟ لان اساسا لو ما استخدمش الكلاسيكال تشانل ما فيش معلومات هتتنقل. يعني في كوانتم تليبورتيشن لو انت ما استخدمتش الكلاسيكال تشانل ما فيش اي معلومات هتتنقل بين أليس وبوب. فبنستخدم الكلاسيكال تشانل عشان نسمح ان المعلومات تتنقل بين أليس وبوب. وطبعا طالما في عندي كلاسيكال تشانل يبقى اذا عندي انا بتكلم بسرعه اقل من سرعه الضوء. الانتانجلد ستيت طبعا لازم زي ما قلنا لازم يكون بين تو بارتكلز او اكتر من تو بارتكلز. فانا عندي تو كيوبيتس مثلا بالشكل ده، سوبر بوزيشن بالشكل احنا قدامنا ده. طيب هل في انتانجلمنت؟ هل ما فيش انتانجلمنت؟ هنا بدأ العلماء يتكلموا على ازاي نقيس الانتانجلمنت. الانتانجلمنت ممكن يكون قوي ماكسيمم انتانجلمنت، ممكن يكون ضعيف، وممكن ما يكون ما فيش انتانجلمنت. طب نقيس ازاي الانتانجلمنت؟ في حالة التو كيوبيت في ميجرز كتير بتقيس الانتانجلمنت، بتقيس شدة الانتانجلمنت او الديجري اوف انتانجلمنت. من اشهر الميجرز دي ميجر بنسميه الكونكرنس ميجر. يعني مثلا في النيجاتيفيتي، في الويتنس، في الكونكرنس، ولكن افضلهم الكونكرنس. ليه افضلهم الكونكرنس؟ لان الكونكرنس بيحتوي على كافه الخصائص بتاعه السيستم، فهو من افضل الميجرمنتس اللي بيستخدم في قياس الانتانجلمنت بين تو كيوبيت. طب لو انا عندي ستيت مثلا بالشكل قدامي ده بساوي
E1 kit 00 plus E2 kit 01 plus E3 kit 10 plus E4 kit 11. فالكونكرنس بنقيسه ازاي؟ بنقيسه بالعلاقه دي. دي بتقيس لي الديجري اوف انتانجلمنت، ان انا باخد البروبابيلتي امبليتيود بتاع E1 بضربه في البروبابيلتي امبليتيود بتاع E4، وبعد كده بعمل سبستراكشن للمالتيبليكيشن بين E2 و E3، وبعدين باخد لهم المودولس عشان دايما الكونكرنس بيكون قيمه ريل ومحصوره بين 0 و 1. الكونكرنس دايما بيكون محصور بين 0 و 1 وهو قيمه ريل. طب 0 يعني ايه؟ 0 يعني مفيش انتانجلمنت، يعني نقول ان السيت بتاعتنا سيبرابل ستيت، يعني مفيش انتانجلمنت بين التو كيوبيتس بتوعنا. طب 1 دي معناها ماكسيمم انتانجلمنت. طب لو هي اي قيمه بين 0 و 1 ده بنسميها ويك انتانجلمنت، او بنسمي هنا الانتانجلمنت بياخد ديجري اوف انتانجلمنت، وبس الانتانجلمنت بتاعي مش ماكسيمم. عندنا في الكوانتم كومبيوتنج، يعني احنا طبعا بنتكلم على اللو ليفل. في اللو ليفل احنا بنتكلم على الباينري، واحنا عارفين ان اي بوليان فانكشن بالشكل ده، اي بوليان فانكشن اف بتاخد بتاثر على ان من البوليان فاريبلز، بتطلع لي اما الزيرو يا اما الون. فبالتالي انا عندي دايما قيمه الفانكشن يا اما زيرو يا اما 1. فبالتالي احنا مش هنحتاج غالبا، يعني مش هنحتاج ال تو ستيتس. فبالتالي لو احنا افترضنا ان E2 equal E3 equal 0، فبالتالي هنحصل ان الابساي تكون بالشكل ده. وبالتالي الديجري اوف انتانجلمنت هو او الكونكرنس هو عباره عن 2 تايم E1 تايم E4. ازاي بقى نستفيد بالكوانتم انتانجلمنت او الديجري اوف انتانجلمنت عشان نحل بيه مشاكل؟ خلينا نفترض المشكله التاليه. لو انا عندي مثلا كيوبيت في الشكل ده، ساي ايكوال اي 1 كيت 0 بلس اي 2 كيت 1، طبعا نقدر نمثلها في البلوخ سفير بالشكل ده. في الكوانتم كومبيوتنج غالبا احنا مش بنحتاج الفيز، يعني ما بيكونش، يعني احنا بنتكلم على بوليان فانكشن مثلا، مش هنحتاج الفيز. فنفترض ان الفيز بزيرو، فالستيت بتاعتي بتكون كوزين سيتا اوفر 2 كيت 0 بلس ساين سيتا اوفر 2 كيت 1. طيب واحده من اهم المشاكل في الكوانتم كومبيوتنج، في الكوانتم ماشين ليرنينج، في ايا كان الكوانتم تكنولوجيز، احنا عايزين نفرق بين الاي 1 والاي 2. لو قدرنا نفرق بين E1 والE2 بشكل جنرال، هنحل غالبا كل او معظم مشاكل الكمبيوتر ساينس لما نيجي نمثلها في الكوانتم كومبيوتنج. بس الفكره ازاي نعرف E1 وE2؟ لو قدرت اعرف E1 وE2 بشكل كوانتم ميكانيكالي على الكوانتم كمبيوتر، هنحل مشاكل كتير جدا في الكوانتم او في الكمبيوتر ساينس باستخدام الكوانتم تكنولوجي. وبالتالي احنا عايزين نعمل كلاسيفيكيشن او نتعرف على الستيت اللي هي ساي كيت 0 اي 1 كيت 0 بلس اي 2 كيت 1 في الجنرال كيس، ودي بنسميها نون اورثوجونال ستيتس. يعني دي لو عرفنا نحل نعرف الاي 1 والاي 2، هنحل يعني كم كبير جدا مشاكل في الكوانتم ارتفيشال انتليجنس، في الكوانتم ماشين ليرنينج، في الكوانتم ايمج بروسيسنج، في الكوانتم تكنولوجيز بشكل عام، والكوانتم كومبيوتنج كذلك. طيب فهنا بدأنا نطور كومبيوتنج موديل باستخدام الديجري اوف انتانجلمنت. فانا لو عندي هنا فكرة الموديل بتاعنا، لو انا عندي اي ستيت ممكن تكون في شكل uniform superposition, ununiform superposition, complete superposition, incomplete superposition، وعندي oracle او some oracles محطوطين في operating general UF. فطبعا احنا عارفين ان لو انا عندي function بتأثر، فالfunction بتاخد inputs وتديني output، فالoutput هنا بيكون في شكل الgqubit، وهنا بيكون الماركينج باستخدام الماركينج باي انتانجلمنت. طيب احنا ما عندناش في الكوانتم كومبيوتر كوانتم انفورميشن لحد دلوقتي، مش عارفين ميجر يقيس لي الانتانجلمنت لما يكون عندي ان من الكيوبيت. يعني لو انا عندي ان من الكيوبيتس وعايزين ميجر يقيس لي الانتانجلمنت، ما فيش لحد دلوقتي ميجر عام يقيس لي الانتانجلمنت في
ان من الكيوبيتس. فهنا طب الفكره نعمل ايه؟ الفكره احنا اتفقنا ان عندنا الكونكرنس بيقيس الديجري اوف انتانجلمنت بين تو كيوبيت، فعشان كده هنضيف كيوبيت اتش. طبعا دايما بنعملها انشرايزيشن في ستيت زيرو، وبعدين بنستخدم اوبريتور اسمه ام زد اوبريتور. ام زد اوبريتور بيعمل تو اوبريشنز. اول اوبريشن ان هو بيكريت الانتانجلمنت، بيكريت الانتانجلمنت بين التو كيوبيتس جي او اتش، بس الديجري اوف انتانجلمنت بين جي او اتش بيعتمد على الستيت بتاعه جي اللي هي الاوتبوت بتاعه مين، بتاعه الفانكشن. وبالتالي الديجري اوف انتانجلمنت بين جي او اتش بيعتمد على الستيت بتاعه جي اللي هي بتعتمد في الاصل على شكل الفانكشن او مجموعه الفانكشنز او الاوبريشنز اللي انا بطبعها على السيستم بتاعي. وبعدين بقيس الديجري اوف انتانجلمنت بين التو كيوبيت جي او اتش. لما نقيس الديجري اوف انتانجلمنت بنستخدم هنا الكونكرنس، فهنا بيكون عندي الكونكرنس بنقيسه من العلاقه اللي احنا قلنا عليها دي، وبالتالي بستخدم الكونكرنس في حل المشكله بتاعتي. ولكن انا عندي هنا مشكله. ايه هي المشكله؟ انا عايز اقيس الكونكرنس. كونكرنس احنا اتفقنا مثلا يكون عندي بوليان فانكشن بين تو كيوبيت. طبعا هنا يكون في عندي سيستم، بيبقى عندي كمان بقيه السيستم بتاعي اللي هو فاي 1 و فاي 2. طب لو احنا بنركز على 2 كيوبيت جي او اتش، فالكونكرنس بيتقاس من العلاقه دي. ولكن هل العلاقه دي اقدر اطبقها على الكوانتم كمبيوتر؟ العلاقه دي طبعا احنا في الكوانتم كمبيوتر لازم نتبع البستلوتس الاربعه بتاعه الكوانتم كمبيوتر. فانا عندي العلاقه دي بالشكل ده، يعني ما اقدرش اطبقها بالشكل ده على الكوانتم كمبيوتر. فعايزين طريقه نقيس بيها الكونكرنس على الكوانتم كمبيوتر. فعندي هنا تو سيرمز. السيرم الاولى بتقول لو انا عندي كوانتم سيستم من تو كيوبيتس بالشكل ده، بساي ايكوال اي 1 كيت 0 بلس اي 4 كيت 1 1، فان احنا ممكن نستخدم نقيس الكونكرنس بين التو كيوبيتس دول باستخدام السيركت اللي احنا قدامنا. ازاي؟ لو انا مثلت ان دي مثلا جي كيوبيت جي، دي مثلا عندي هنا الاتش. طب فالفكره ان هات لي مثلا التوكيو بيت دول اللي انت عملتهم الجي والاتش، تمام، اللي هم انت كريتهم، ممكن تكون كريتهم بسام اوبريشنز. طيب برضو بشكل بارلل، بشكل بارلل كوني نفس التو ستيتس دي دول مره ثانيه، جي والاتش كونهم لي مره ثانيه. وبالتالي هيحصل هنا لما تكونهم بشكل بارلل مع بعض، فانا كانك عملت دي كابلد كوبي، كانك عملت دي كابلد كوبي، مش كوبي، عملت دي كابلد كوبي. ليه؟ الفكره انك انت هنا بتعمل مجموعه من الاوبريشنز فبتولد بيهم الستيت جي او اتش، وبتعمل نفس الاوبريشنز الثانيه بشكل مستقل وبشكل بارلل فبتطلع نفس الستيت. فهنا احنا ما اخترقناش النو كلونج سيرو، وبالتالي بحصل على الكوبي الاولى وادي الكوبي الثانيه بدون ما نخترق النو كلونج سيرم. كل القصه انك بعد ما تعمل تو كوبي دول اعمل لي الميجرمنت، اعمل لي الميجرمنت عليهم. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ان الكونكرنس هو عباره عن البروبابيليتي بتاعه الستيت 0011، ولو خدنا لها الروت وضربناها في 2 كان حصلت على الكونكرنس كوانتم ميكانيكالي او من الستيت دي او من الستيت دي 3 1. طبعا هنا انت بتكلم على سيستم بيتكون من 4 كيوبيتس، فسواء العلاقه باستخدام نفس الميجرمنت التو كوبيز دول لو عملت ميجرمنت هتحصل على الكونكرنس باستخدام اي ريليشن من الثلاثه دول كوانتم ميكانيكالي، وبالتالي قدرنا ان احنا نقيس الكونكرنس كوانتم ميكانيكالي. طبعا استخدم اي واحده فيهم، ولكن الثلاثه نظريا متكافئين، ولكن عمليا دي افضل. عمليا دي افضل ليه؟ لانك انت كده كده بتعمل ميجرمنت فبتقيس البروبابيليتي بتاعت الستيت 0011 و1100. طبعا اللي اوضحها اكتر ازاي الكلام ده، احنا خلينا نفتكر ان احنا عايزين نقيس الكونكرنس بين الستيت دي. فانا هنا بكون الستيت ساي ايكوال اي 1 كيت 00 بلس اي 4 كيت 11، وهكون
نفس الويب سايت دي تاني e1 get 00 plus e4 get 11. في هعمل طبعا دي كوبي ودي كوبي، فانا دي كابلد، فهعمل تنصب برودكت، فبالتالي هلاقي ان الويب سايت توتال بقى الويب سايت كليه بتاعتي الجيمنج تو سيستم هي عباره عن e1 square get 00 plus e4 e1 get 1100 plus e4 e1 get 1100 plus e4 square get 1111. نفتكر تاني ان الكونكرنس بين العلاقة دي نظريا، الكونكرنس للعلاقة دي نظريا هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 e1 e4. بالتالي انا عندي الكونكرنس هو بالشكل ده. طب قارني العلاقة دي، ايه العلاقة دي؟ ال e1 وال e4 جاية لي منين؟ e1 time e4 جاية لي منين؟ جاية لي لو انا مثلا قدرت اقيس البروبابيليتي بتاعت الستيت 0011، فهنا عندي probability بتاعت الستيت 0011 اللي هي مين؟ اللي هي e1 e4 الكل سكوير. طب انا عايز، انا مش عايز سكوير، باخد لها الروت، بعدين نقصاني التو فهضرب هنا في التو، فاذا اصبح كده عندي الكونكرنس اللي هو الكونكرنس. يبقى اذا الكونكرنس هو عباره عن انا اخذت البروبابيليتي وضربتها في 2، يبقى اذا الكونكرنس بتاعي هو 2 البروبابيليتي بتاعت 0011. ونفس الكلام للكونكرنس ممكن يكون هو 2 probability 1100، بس عمليا الافضل انك تاخد الاثنين مع بعض. ليه؟ انت كده بتعمل ميجرمنت، فلما بتعمل ميجرمنت يبقى خد لي الاثنين مع بعض بشكل عملي. فاذا الكونكرنس ممكن يكون عباره عن 2 root probability 0011 plus probability 110. كده نكون حصلنا على الثري ريليشنز دول، وقدرنا ان احنا نقيس الكونكرنس بشكل كوانتم ميكانيكالي، وقدرنا نحل المشكله بتاعتي. دي السيرم الاولى. السيرم الثانيه، طيب لما طبعا هنا ده الام زد، احتفالا الام زد بتكون من 2 operations. الاوبريشن هو ان انا الاولى انا بكريت الانتانجلمنت، بكريت الانتانجلمنت. طب ازاي اكريت الانتانجلمنت؟ كريت الانتانجلمنت باي جيت بتكريت الانتانجلمنت، زي مين؟ زي سينوت. السينوت دي بنسموها انتانجلينج جيت، تمام؟ بتقيس الانتانجلمنت انك انت بتعمل 2 كوبيز وتقيس الكوبي، وبالتالي قدرنا نحول السيستم او الموديل في شكل السيركت موديل. طيب وبالتالي في شكل السيركت موديل الام زد اوبريتور هو عباره عن انا بكون تو كوبي من الستيتس بتاعتي، وبعدين بكريت الانتانجلمنت باستخدام تانجلنج جيت زي السي نوت، وبعدين بقيس الكونكرنس ان انا بعمل ميجر للفور ستيت، فبحصل على الكونكرنس في الشكل ده. فكره الموديل. طيب عندي ثيرم ثانيه، احنا قلنا لو احنا قدرنا نتعرف على النون اورثوجونال كيوبيتس كده هنقدر نحل مشاكل كتير جدا في الكمبيوتر ساينس لما نيجي نمثلها في الكوانتم كومبيوتينج. فانا لو عندي مثلا كيوبيت بالشكل ده جي هي عباره عن e1 get 0 plus e4 get 1، بحيث ان ال e1 وال e4 بينتموا الى ال r plus، وده بيتفق مع معظم المشاكل بتاعتنا في الكوانتم ساينس في الكمبيوتر ساينس لما نيجي نمثلها في الكوانتم سيستم. انا دايما يكون عندي بوليان فانكشن فبتطلع لي الاي 1 والاي 4. فبنقول ان احنا ممكن نستخدم ام زد اوبريتور عشان يقدر نستخدمه في نتعرف على الستيت ونقدر نحدد الاي 1 والاي 4 بشكل arbitrary within some predefined error في binomial time. فهنا بنستخدم الـ MZ operator
الام السينم 2 بتقول والله الام زد اوبريتور يقدر يتعرف على الاي 1 والاي 4 بحيث ان انا بطبق الام زد اوبريتور. يعني احنا بنطبق الجي بناخد الكيوبيت جي وبعد كده نحطها مع الاتش وبعد كده ناخد كوبي تاني من الجي ونحط لها الاتش في الزيرو ستيت بعد كده بنعمل الام زد اوبريتور بكري التانجمنت بين تو بين كل تو كيوبيت و اقيس الانتانجمنت. فبعد ما اطبق الام زد اوبريتور فلو انا اخذت الاي 1 احنا افترضنا ان الاي 1 والاي 4 بينتموا الى الار بلس فبالتالي الاي 1 ممكن اكتبها بشكل روت زد نود اوفر ان بحيث ان الان هي عباره بتمثل لي انا عندي فانكشن بتاعتي بتاثر على كام فاريبل عندي كام بوليان فاريبل عندي. فاذا لو انا عندي ان بوليان فاريبل فاذا ال n بتاعتي هي عباره عن 2 باور n ده لو انا بستخدم كومبليت سوبر بوزيشن. لكن لو عندك السيستم بتاعك مش كومبليت سوبر بوزيشن لا بتستخدم بتعوض عنها بكام ستيت عندك في السيستم بتاعك. فلو احنا فرضنا ال e1 بالشكل ده وفرضنا ال e4 بشكل root z1 over n get1 فبنقول ان طبعا خلاص انا ال n عندي عارف انا عندي كام فاريبل فعايز مين عايز ال z node وعايز ال z1 دي المجهوله عندي. فإذا بنقول إن الزد نوت هي عبارة عن N over 2 وهنلاقي إن الزد نوت بقى بتعتمد على قيمة الكونكرنس. فأنا لو قست الكونكرنس بين الجي والإتش هقدر أجيب الزد نوت وطالما جبت الزد نوت هقدر كمان أجيب الزد 1 ده في حالة لو كانت البروبابيليتي 1111 أكبر من الزد 0000 اللي هي فين في المعادلات بتاعتي اللي هي في المعادلات بتاعتي اللي هي probability لو كانت probability طبعا دي e4 square لو كانت probability بتاعت ال 4 ones دي أكبر من probability بتاعت ال 4 zeros. ولكن لو العكس لو كانت دي هي الأكبر probability بتاعت ال 4 zeros هي الأكبر من ال 4 ones لا بيكون عندي أستخدم إن هنا بخلف بس الإشارة بدل ما هنا كنت بستخدم positive النيجاتيف هستخدمها بوزيتيف ولو بدل هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف. وبالتالي ده الموديل اللي انا بستخدمه عشان احل بيه المشاكل باستخدام الكونكرنس وعرفنا ازاي نمثله في السيركت موديل. والكومبليت ماثيماتيكال فريم ورك للموديل ده موجود في البيبر دي. البيبر دي بتشرح الموضوع سيرم 1 واثباتها والسيرم 2 واثباتها والماثيماتيكال فريم ورك للموديل بشكل عام. والماثيماتكس اللي فيه مش صعبه خالص لا لذيذه واي حد يعني بيعرف المبادئ بتاعه الكوانتم كومبيوتنج يفهمها بسهوله. طيب هنا طبعا قلنا احنا بنطلع السوليوشن باستخدام الكونكرنس. هنا عشان نطلع السوليوشن باستخدام الكونكرنس عندي تو تكنيكس وده بيعتمد على نوع المساله انت بتستخدمها. فعندي تكنيك هو بيجيب لي السوليوشن بناء على الديجري اوف انتانجمنت بناء على قيمه الكونكرنس القيمه بتاعت السي بكام وبناء عليها بيطلع لي السوليوشن. فالسوليوشن بتاعك اللي هو تي 1 بيكون بيعتمد على القيمه الاكيوريت للكونكرنس. وطبعا الكونكرنس نقدر نحددها كوانتم ميكانيكالي باستخدام الام زد اوبريتور من الريليشن دي. التكنيك الثاني لا في بعض المسائل انت مش محتاج القيمه احنا اتفقنا ان السي محصوره بين الزيرو وال1. بعض المشاكل سواء في الكوانتم كومبيوتينج في الكوانتم ماشين ليرنينج في الكوانتم سيستمز في البروبلمز بتاع الكمبيوتر ساينس بشكل عام لما نيجي نمثلها في الكوانتم سيستم لا ما يهمكش السي الدقيقه بكام يهمك هل السي في انتانجلمنت ولا هل السي بزيرو ولا السي جريتر ذان زيرو ده اللي يهمك. ففي مشاكل كتير جدا تقدر تحلها في الكمبيوتر ساينس على الكوانتم سيستمز لو ويكون حلها هل عندك في انتانجلمنت هل السي اكبر من الزيرو ولا لا ولا السي بزيرو. طبعا السي اكبر من الزيرو يعني عندك في انتانجلمنت بين التو كيوبيت جي واتش وسي وسي ايكوال زيرو يعني دي سيبرابل ستيت ما فيش انتانجلمنت. طيب فممكن تستخدم التكنيك الاول ممكن تستخدم التكنيك الثاني ده حسب المشكله اللي انت بتحاول تحلها من الكمبيوتر ساينس في الكوانتم سيستمز. طيب الكومبلكسيتي بقى
عايزين نشوف الكومبلكسيتي بتاعت الموديل ده كام. الكومبلكسيتي بتاعت الموديل ده بتكون هو عباره عن السيل بتاعت 1 اوفر 2 ابسيلون سكوير 1 ماينس سي سكوير اوفر 2. وبالتالي الماكسيمم كومبلكسيتي بنحصل عليها لما يكون الكونكرانس ب 0، فبالتالي بيكون الماكسيمم كومبلكسيتي هي الام عباره عن 1 اوفر 2 ابسيلون سكوير اي. يبقى انت هنا تقدر تحدد النمبر اوف ميجرمنتس، هنا الام اللي هي نمبر اوف ميجرمنتس، تقدر تحدد النمبر اوف ميجرمنتس انا او نمبر اوف اتريشنز انا هستدعي الاوراكل كام مره بناء على الايرور اللي انت عايزه. انت عايز ايرور كام؟ فبناء على الايرور اللي انت عايزه بتحدد قيمه الابسلون، فبتقدر تحدد الكومبلكسيتي بتاعتك لحل البروبلم بتاعتك. فبالتالي الكومبلكسيتي بتاعه السكند تكنيك بتكون من اوردر ابسلون 1 اوفر ابسلون سكوير. لو جينا قارنا الكومبلكسيتي بتاعت الكوانتم موديل ده مع الكلاسيكال، فهنلاقي هنا ان الموديل ده هنلاقي مثلا هنا الموديل ده دايما بياخد بيحدد انا الام بناء على انا عايز ايرور كام. فبالتالي هنا الكومبلكسيتي بتاعت الكوانتم بتكون شبه كونستانت، بتكون سيئه لما يكون عدد الفاريبلز اللي عندك قليله جدا، يعني يكون عدد الفاريبلز او عدد الكيوبيتس اللي انت بتاثر عليهم الفانكشن قليله طبعا ما بتكونش افيشنت. لكن امتى تكون افيشنت؟ وده اللي احنا محتاجينه بقى، لما تكون الان لارج. لما تكون الان كبيره الكلاسيكال كومبلكسيتي بتاخد شكل اكسبوننشال، ده الكلاسيكال كومبلكسيتي. فهنا الكلاسيكال كومبلكسيتي واخده شكل اكسبوننشال، لكن هنا بقى شوف هنا بقى الكوانتم كومبلكسيتي تمام. فانا عندي هنا بقدر احقق الاكسبوننشال سبيد اب باستخدام الموديل ده لما يكون عندي ان لارج، وده الحاله اللي احنا محتاجينها سواء في الكوانتم ماشين ليرنينج او الكوانتم ارتفيشال انتليجنس كوانتم تكنولوجي بشكل عام او الكوانتم كومبيوتنج. طيب في نشرنا بيبرز على استخدام الموديل ده، فبدأنا على فيلست تكنيك نشرنا بيبر سنة 2019 وبيبر كمان سنة 2020. على السكند تكنيك نشرنا 3 بيبرز، واحدة في الكوانتم ماشين ليرنينج واثنين في الكوانتم كومبيوتينج. دي البيبرز اللي اتنشرت سو فار على الكوانتم او الموديل بتاع اللي هو الكوانتم كومبيوتينج موديل بيزد اون الديجري اوف انتانجلمنت. طيب خلينا نشوف بعض الابلكيشن في الكوانتم كومبيوتينج. في الكوانتم كومبيوتينج طبعا احنا خلاص عرفنا ان الستيت الهدف لو انا قدرت اعرف الاي 1 والاي 4 بالتالي هحل معظم المشاكل في الكوانتم كومبيوتينج والكوانتم ماشين ليرنينج والكوانتم والكمبيوتر ساينس بروبلم لما اجي امثلها في الكوانتم تكنولوجي بشكل عام. طبعا هنا قلنا ان احنا ممكن استخدم لو انا عندي البساي هي او الكي هي عباره عن اي 1 كيت 0 بلس اي 4 كيت 1 وهاخد منها كمان ديكابل ديكابي فاقدر اقيس الكونكرنس بالشكل ده. طب تعال نشوف مثلا لو انا عندي ستيت بالشكل ده. هنا بقى خلي بالك لو كانت عندك هنا ايه المشكله وليه الكونكرنس ميجر او الموديل ده بيكون افيشنت عن الدايركت ميجر. افترض ان الـ E4 بتattend to 0، الـ E4 attend to 0 اللي هي الـ probability amplitude بتاعة الـ state 1. طيب لو احنا استخدمنا البلوخ سفير فأقدر أعبر عن E1 هي عبارة عن cosine theta over 2 كت 0 plus sine theta over 2 كيت 1. وبالتالي انا كاني بحسب الليميت لما سيتا attend to 0 ل ساين سيتا اوفر 2. طب واحنا عارفين لما سيتا attend to 0 ده معناها ان الساين سيتا هي كمان بتattend to مين؟ to سيتا. وبالتالي المشكلة عندي
ان انا اتعرف على الاي 1 لما السي تتين تو 0 في الدايره الاكتمالية. الفيجر اللي قدامنا ده علاقه بين البروبابيليتي امبليتيود لما انا اجي احدد الاي 4 لما الاي 4 تكون اتين تو 0 ده باستخدام الدايركت ميجرمنت. ان انا بعمل ميجرمنت بالطريقه الكلاسيك بالطريقه اللي احنا عارفينها في البيستيولوجي بتاع كوانتم سيستم. لكن هنا ده البروبابيليتي لما استخدم الكونكرنس. فنلاحظ هنا ان الكونكرنس بيكون افيشنت اكتر من الدايركت ميجرمنت في تحديد سواء الـ E1 أو كمان نفس الكلام بينطبق على الـ E4 في حالة لو كانت هي الـ E1 هي اللي بتأتند to zero. فهنلاقي إن لما نبص الجراف ده هنلاقي إن الكونكرنس بيتميز إنه يقدر يتعرف على الـ E1 والـ E4 خصوصا لما واحدة من الاثنين دول بتأتند to zero. ودي الكيس اللي احنا بنوجهها في حل مشاكل الكمبيوتر ساينس لما نيجي بنمثلها في الـ quantum systems. ولما طبقنا الكلام ده على الـ IBM كوانتم كمبيوتر لقينا فعلا لما قارنا بين الدايركت والكونكرنس لقينا ان الديفرنس فيري سيجنيفيكانت. لما طبقنا التي تيست لقينا فعلا ان الديفرنس فيري سيجنيفيكانت وبالتالي الكونكرنس بيكون افضل من الدايركت ميجرمنت في استنتاج قيمه الاي 1 والاي 4. طيب خلينا نشوف بعض المودلز اللي احنا استخدمناها بناء على الديجري اوف انتانجمنت او المودل اللي احنا وضحناه دلوقتي. سنه 2019 قدرنا نعمم البروبلم بتاع الديتش جوزا. ايه مشكله الديتش جوزا؟ الديتش جوزا لو احنا عندي ان من البوليان فاريابلز فبقدر اعمل جينيريت لكام فانكشن كام بوليان فانكشن هي عباره عن 2 باور 2 باور n. يعني مثلا لو انا اخذت مثلا عندي ال n ب 2 هنا فبالتالي ادي الفانكشن الاولى اللي انا اقدر اعمل لها جينيريشن ادي الفانكشن الثانيه وهكذا 2 باور 2 باور 2 يعني تقريبا ب 16 فده هنا الاف نمبر 16 عشان احنا بنبدا ب 0. فالديتش جوزا خدوا التو فانكشنز دول سموهم الكونستانت فانكشنز وخدوا مجموعه الفانكشنز دي سموهم البالانسد فانكشنز وقالوا احنا الالجوريزم بتاعنا يقدر يحدد الكلاس ده كونستانت كلاس والبالانسد كلاس من اوردر 1. طب وبقيه الكلاسز؟ قال لك لا ما نوعدكش ان احنا نقدر نتعرف عليهم. فكانت فكره البيبر دي ان احنا قدرنا ان احنا نستخدم الكلاس ان احنا بدل ما كان في الديتش جوزا بنقدر نعرف بس تو كلاسز اللي هم البالانسد او كونستانت لا قدرنا ان احنا باستخدام الموديل ده في البيبر دي ان احنا نقدر نعرف تو باور ان من الكلاسز. تمام وبالتالي لما نيجي نقارن عدد الكلاسز بالالجوريزم اللي احنا طورناه باستخدام الديجري اوف انتانجلمنت as a function of number of variables هلاقي ان الالجوريزم بتاعنا بيقدر يتعرف على 2 باور ان كلاسز يعني اكسبوننشال كلاسز اكتر من ديتش جوزا اللي هم بيتعرفوا فقط على التو كلاسز اللي هم الكونستانت كلاس والبالانس كلاس. الكومبلكسيتي بتاعه الالجوريزم بتاعنا احنا عارفين خلاص لما يكون عندك الان كبيره الالجوريزم بتاعنا بيتميز ان هو بيكون السبيد اب بتاعه بيكون اكسبوننشال. في سنة 2021 لا استخدمنا بقى هنا الديجري اوف انتانجلمنت عشان نقول لا مش الكوانتم كومبيوتنج بس ممكن نستخدمه عشان نحل مشاكل اسرع من الكلاسيكال كمبيوتر. ولكن ممكن نستخدمه ازاي؟ ان احنا نقدر نحل نوع جديد من البروبلمز لا يمكن تمثيله نهائيا على الكلاسيكال كمبيوترز. يعني في مشاكل الكلاسيكال كمبيوترز مش هيقدر يحلها ولا بولينوميال تايم ولا في اكسبوننشال تايم ولا في فاكتوريال تايم نتيجه ان احنا مثلا البروبلمز دي بتتمثل فقط في الكوانتم سيستمز. وخدنا البروبلم بتاعه الدتش وعملنا عليها تطوير بسيط خالص عشان نثبت ان الكوانتم كمبيوتر يقدر يحل مشاكل لا يمكن حله بتاتا باستخدام الكلاسيكال كمبيوتر.
سنة 2023 أثبتنا إن كمان استخدمنا الموديل ده عشان نحل بيه مشكلة اللوجيكال إيكوفيلنس في بولونوميال تايم. في الكوانتم ماشين ليرنينج استخدمنا الموديل ده وقدرنا نمثل مشاكل موجودة في المشين ليرنينج ونقدر نحلها في الكوانتم ماشين ليرنينج، زي مشاكل زي الاسوشيتيف ميموري. الاسوشيتيف ميموري ده عبارة عن طبق مهم جدا في الكلاسيكال ماشين ليرنينج، وكذلك الكومبيتيتيف ليرنينج. الكومبيتيتيف ليرنينج برضو من الطبق المهم جدا، بتعتمد فكرة الاسوشيتيف ميموري والكومبيتيتيف ليرنينج انك انت بيكون عندك نيورال نتورك، والنيورال نتورك دي انت بتخزن فيها مجموعة من الباترنز، بحيث ان بعد كده لو جالك انكمبليت باترن او نويزي باترن تقدر الاسوشيتيف ميموري والكومبيتيتيف ليرنينج تستنتج، يحصل كومبيتيشن بين النيورونز وتستنتج الباترن اللي داخل ده هو تبع اي كلاس. طبعا المشكله دي كانت تطرق لها بعض العلماء الصينيين في الكوانتم كمبيوتر، لكن كانت الافشنسي بتاعتهم سيئه جدا. استخدمنا الديجري اوف انتانجلمنت او كونكرنس ميجر عشان وطورنا كومبيتيتيف ليرنينج نيورال نتورك بيزد ان الكوانتم ميجر. ولما نيجي نقارن بين الاكيورسي بتاعتنا هتلاحظ طبعا ان الاكيورسي بتاعتنا طبعا هنا نويزي باترن، هنا استخدمنا الانكمبليت باترن. يعني ايه انكمبليت باترن؟ يعني مثلا انا عندي مثلا مجموعه من السنسورز، انا عندي مثلا سنسور للتمبريتشر، سنسور للبريشر، سنسور للموشن، وسنسور مثلا للرطوبه، وسنسور للميه. فاحنا بنفترض في المشكله دي ان انا عندي سنسورز تعطلت، سنسورز دي لاي سبب نتيجه مثلا كارثه طبيعيه او نتيجه مثلا حصل اكشن على السيستم اللي انا بستخدم فيه السنسور ده، فبعض السنسورز تعطلت. فازاي ان احنا نعمل نستخدم الكوانتم ماشين ليرنينج عشان نعمل بريدكشن في حاله لما يكون عندي سنسور اتعطلت. فنلاحظ لما قارنا بين الالجوريزم بتاعنا والالجوريزم بتاع الجماعه الصينيين، فالاكوريسي بتاعتنا كانت افضل. وطبعا لما عملنا التي تيست فكانت دي البي فاليو، بالتالي النتائج كانت كويسه جدا، وطبقناها على مفاعل نووي في امريكا والنتائج طلعت كويسه جدا. طيب في الروبوتكس، في الروبوتكس الحقيقه جم مجموعه من الباحثين استخدموا الموديل بتاعنا اللي هو الديجري اوف انتانجلمنت عشان يتحكموا في الروبوت في الفضاء. كانت فكرتهم انك انت مثلا، طب ما اذا كان مثلا انا عندي روبوت، مثلا الروبوت ده ممكن يكون ساتلايت قمر صناعي مثلا في كوكب، او ممكن يكون روبوت انا نزلته على كوكب زي المريخ او زحل او كواكب بعيده جدا، او كوكب على مذنب، وانا هستخدم مثلا، طيب ممكن نستخدم كوانتم كريبتوغرافي عشان نشفر الكوميونيكيشن بين الارض وبين الروبوتس دي. طب ازاي هستخدم بها عشان اتحكم في حركه الروبوتس ده؟ فاستخدموا الموديل البيزد اون ديجري اوف انتانجلمنت موديل عشان يتحكموا في حركه روبوت في الفضاء. البيبر دي اعتقد اتنشرت سنه 2022. الكوانتم ايمج انكريبشن، في الكوانتم ايمج انكريبشن برضو بعض الباحثين استخدموا الديجري اوف انتانجمنت او كونكرنس عشان يعملوا بيه انكريبشن للايمج. بكده نكون وصلنا الى نهايه التوك، علشان اخذت دقيقه زياده. يا دكتور الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صوت واضح كده؟ معلش انا يعني انا عندي مشكله في الكمبيوتر تكنيكال كده، فخايف بس الصوت ما يبقاش واضح يعني. لا انا سامع. طيب يعني انا بشكر دكتور محمد جدا على التوك وعلى الشغل ما شاء الله، يعني ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. بس يعني لو عايزين نفتح باب الاسئله، لو في حد عنده اي اسئله يا جماعه. هو معلش الكاميرا عندي فيها مشكله، انا مش عارف اشغلها تاني، معلش. فيعني انا عندي تكنيكال بروبلم في الكمبيوتر عموما. اتمنى ان شاء الله اعرف ادي المحاضره. طيب في اي اسئله يا جماعه؟
طيب ممكن انا اسال حضرتك سؤال دكتور محمد؟ معلش. اتفضل. في الكونكرنس، في الكونكرنس كنترول انت بتستخدم ليه تو كوبيز من التو كيوبيتس؟ عشان اقدر اعمل كوانتيفيكيشن للكونكرنس بالعلاقه اللي هي بتاعت السي ايكوال تو مودولس اي 1 تايم اي 4، عشان اقدر احقق العلاقه دي على الكوانتم كمبيوتر محتاج ان انا تو كوبيز دول. ده as a proof of concept، لكن ممكن استغنى عن الكوبي الثاني عشان طيب نقدر نقول as a proof of لو concept، عشان نقول ان احنا بنين هنا الديجري اوف انتانجمنت بين الكونكرنس، فلازم اعمل تو كوبي as a proof of concept. طب هتقول لي ممكن استغنى عن الكوبي الثاني؟ اقول لك اه ممكن استغنى، تمام. بس ممكن يديك some error. تمام معلش، هنبدأ بقى المحاضرة التانية عشان لسه في عندنا يعني ما نأخركوش على الفطار. فيعني بس أنا هحاول ثواني أشغل الكاميرا عشان أنا عندي technical problem في موضوع الكاميرا دي، فأتمنى ثواني أحلها. وبشكر يعني دكتور محمد على التوك ويعني على حضوره معانا النهاردة. أنا بشكر حضرتك دكتور، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. إن شاء الله يكون في مور اكتيفيتيز إن شاء الله في الكوانتم، وما شاء الله يعني يعني بفضل الله ثم بمجهوداتك الكوانتم كومبيوتينج في مصر خد شكل تاني خالص. ربنا يخليك دكتور محمد، ومجهوداتك ومجهودات يعني اساتذتنا دكتور عبد الشافي ودكتور محمود عبد العاطي وزمايلنا دكتور عبد الحليم، يعني اعتقد يعني برضو بصمتهم واضحه جدا في هذا المجال يعني ما شاء الله. طيب بالنسبه للتوك بتاعتي، معلش انا هشغلكم بقى شويه كده في توك، ف يعني سامحوني لو الكاميرا مش شغاله، انا بحاول اشغلها. هي الكاميرا بتبقى يعني يوسفول لانها بتنقل كده الامبريشن، بس خليني اوقف الاول التسجيل بتاع الدكتور محمد ونبدا تسجيل جديد.